بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ما ان النهارده مفيش ماتشات ولا في اي احداث مهمه كرويه، فقررنا ان احنا نعمل تحدي جديد، تحدي اكتر 5 اهداف بتكرههم في حياتك. التحدي ده بصراحه انا استاذنت فيه اخويا مصطفى عمر صاحب قناه هبدا مرتده ان انا اخده هنا عندي في القناه واطلع اتكلم على اكتر 5 اهداف انا بكرههم في حياتي. وبالمناسبه التحدي ده مفتوح، انا مش هبعته لحد، التحدي مفتوح لكل اللي هيخش في الكومنتات يقول اكتر 5 اهداف هو بيكرهها في حياته، سواء مشجع محلي سواء مشجع عالمي لفرقه عالميه مشجع للمنتخب بتاعه. قول اللي انت عايزه يا صديقي. لو هنبداها بمنتخب مصر، بالنسبه لي فاكتر هدف انا بكرهه في حياتي والهدف اللي عمري ما هنساه هو هدف عنتر يحيى في 2009 في مرمى عصام الحضري، واحد من اكتر الاهداف اللي مش هنساها لانه حرم جيل تاريخي من منتخب مصر ان هو ما يوصلش لكاس العالم. المنتخب الجزائري استحق ان هو يوصل لكاس العالم الفتره دي، المنتخب الجزائري بصراحه استحق فعلا ان هو يكون موجود في كاس العالم عدا المنتخب المصري، بس الهدف ده هفضل بكرهه لان كان نفسي ابو تريكه وجيله يكونوا موجودين في كاس العالم. لو اتكلمنا عني كاهلاوي فاكتر هدف بكرهه هو اضرب بدري. اضرب بدري ده عامل لي مشكله نفسيه وعقده نفسيه بين عمك ولا بين. يعني اضرب بدري ده بيشكل لي مشاكل اكبر من الاهداف اللي الزمالك بيسجلها في النادي الاهلي، فالهدف بتاع اضرب بدري ده مش هفضل ناسيه لان الهدف ده عامل لي مشكله في دماغي. وبان المشاكل في دماغي سببها الاول والاخير هي برشلونه، فلو حبينا نتكلم على برشلونه فاكتر هدف عمري ما هنساه في حياتي الرابع سجله اوريجي. مش هنسى انا الهدف ده، يعني مش هعرف انا انسى الهدف ده بصراحه، يعني شمال يمين مش هعرف انساه. وبالمناسبه يعني بمناسبه برشلونه فهنتكلم على الهدف الرابع وهو هدف مانولاس، خصص مانولاس الهدف الثالث في مباراه روما، الهدف اللي خرج برشلونه. بقول لك برشلونه دي عامله لنا عقد كتير في حياتنا بعيد عنك. الهدف الخامس بقى مني مشجع لمانشستر سيتي فهو هدف كاي هافرتز في نهائي دوري ابطال اوروبا، ده هدف بالنسبه لي مش هيتنسي لان كمشجع لمانشستر سيتي كان نفسي السيتي ياخد دوري ابطال اوروبا، بس مع الاسف الشديد السيتي ما عرفش ياخد دوري ابطال اوروبا بسبب هدف كاي هافرتز وان تشيلسي رجع انما على الجون. هنعمل ايه بقى يا عزيزي؟ ايه دي ال5 اهداف اللي انا بصراحه بكرههم جدا ومش هنساهم مهما حييت في عالم كره القدم. انت بقى برو ايه اكتر 5 اهداف عمرك ما هتنساهم في حياتك في عالم كره القدم؟ اكتر 5 اهداف بتكرههم. احنا لسه ما اتكلمناش على حاجات بنحبهم. كان نفسي انا حد يعمل لي منشن في اكتر 9 لعيبه بكرههم، بس كنت اكتر 10 او 9 او في الحالتين هو رحيم ستيرلينج. بس لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك يا برو. هذا رايي في ال5 اهداف ومستني اشوف رايك في ال5 اهداف اللي انت بتكرههم.